نسخة جديدة من مهرجان إدارة الوقت الذي تنظمه رئاسة أمن الدولة على مدار 3 أيام متصلة داخل سجون المباحث العامة في جدة بحضور أسر النزلاء والنخب الأكاديمية والإعلامية أيضا. خلق الإيجابية هو العنوان السائد في برنامج إدارة الوقت. التقت عديد من النزلاء، فالشيء الجميل تلك الروح التفاؤلية اللي أنا استفدت منها. أحيانا تقول واحد يحاول أن يستمد التفاؤل، النزيل يحاول يستمد التفاؤل من الخارج المكان، نستفدنا منهم شيء كبير جدا. لغة الشكر هي اللغة السائدة مع جميع من التقيت فيهم. يعمل برنامج إدارة الوقت على تطوير مواهب النزلاء واستثمار طاقاتهم من أجل خلق واقع جديد يعيدهم للحياة الطبيعية. عبد الرحمن أحد الذين ضلوا طريقهم فيما مضى، يقضي فترة حكمه مستفيدا من البرنامج في تعلم صناعة العطور. وعندنا العطور بتركيبات خاصة احنا مركبينها، بالنسبة للمذيبات موجودة الإيثانول تركيزه عالي جدا، عندنا خامات الزيوت ممتازة جدا جودتها، يعني ثباتها 24 ساعة في الملابس، وعندنا معمل داخل السجن احنا شغالين فيه تجميع عطور، وعندنا كمان مستقبليا حتكون خطة اللي هي انتاج لوشنات وبدي سبري ومخمريات معطر مفارش بنفس الروائح طقم نفس الموجود اللي برا، وحتكون لنا بضاعة خارج السجن بإذن الله تعالى في المستقبل. أما طلال فحرفة النجارة كانت هي الأقرب لنفسه. طبعا هنا يوجد لدينا منشط باور الصناعي ضمن مناشط إدارة الوقت تحت برنامج باور. طبعا هنا عندنا يوجد عندنا مجمع صناعي فيه عدة أنشطة، نجارة، حدادة، ألمنيوم، بوية، ميكانيكا. قمنا بتجهيز بعض الأثاث لأجنحة إدارة الوقت، وقمنا بتسويق بعض المنتجات في الخارج. طبعا يوجد لدينا برنامج الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، قاموا النزلاء بتصميم بعض النماذج، سفينة قام بتصميمها 5 نزلاء وطاولة شطرنج. طبعا مبدأ الحرف اليدوية يقوم على إعادة تدوير المادة واستخدام المواد التي يعني لا يستخدمها المنشط في التأثيث، مثل النجارة بعض قطع الخشب صغيرة لا تستخدم في الأثاث كمواد تالفة، يقومون النزلاء بتصميم منها أشكال حلوة وجميلة من الحرف اليدوية. نسخة جديدة من مهرجان إدارة الوقت الذي تنظمه رئاسة أمن الدولة داخل سجون المباحث العامة في جدة بحضور أسر النزلاء والنخب الأكاديمية والإعلامية أيضا. اختتمها معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد العزيز الهويريني الذي قام بجولة عامة على كامل أجنحة المهرجان. هنا في سجن المباحث العامة أو ما يسمى بسجن ذهبان تتجاوز الفكرة حد العقاب لتقفز إلى حدود أعلى، لتصنع من نزلاء هذا السجن كوادر تخدم الوطن وتسهم في رفعته. حسن رحماني لروتانا خليجية من سجن ذهبان.